في سنوات قبل الحادثة بسنوات ملي كان في احدى اللحظات كنت كنشارك في تشيع جنازة الشخص ما كنذكرش شكون احد الامام ديالي وغادين ومني تم الدفن الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين تم الدفن وانا رجاء ذكرت بانه في المأثور الاسلامي من الاحاديث من انه الشخص ملي كيدفن كيبقى يسمع الخطوات ديال الناس اللي دفنوا شيعوا كيسمعهم وكيسمع اش كيقولوا من ذاك الوقت تقريبا كنقول كنتمنى ان الناس يذكروني كانسان ماشي كفنان هاد المسحة الإنسانية اللي كنتمنى أنها هي الرابط بين أي فنان والجمهور هي الأهم بما أن الفيلم هو مرآة المجتمع هو كيعكس شحنات كبيرة في المجتمع شحنات إنسانية علاقات اجتماعية باللحظات الصعيبة فيها والحلوة فمني كنشوفوا فيلم كنحسوا بانه كيقيسنا في شيء في التاريخ ديالنا في تاريخ ديال العائلات ديالنا كنحسوا بانه كيمسنا او ما كيمسناش واش كنحسوا بانه كنحسوا باننا حنا فيه او لا هذا هو من المعايير الكبيره ديال نجاح اي فيلم انه كيكون كيمس اعماق ديال المشاهدين دواخل ديالهم كاين شيء مشترك بين ما يمر على الصورة والتاريخ ديال الأشخاص اللي كيشاهدوا الفيلم فكن دائما كنقول الله شاهد علي بأن كنقول كنتمنى أنه الناس يذكروني بخير في الغيبة ديالي أو لا عند الموت ديالي بحكم أنني من بعد حسيت بأنني قالوا لي بأنني كان توقف القلب جوج مرات والناس اللي كانوا كيجيو حتى في المستشفى العسكري كانوا يقولوا يا ودي راه كانت كتخلق مشاكل عند رجال الشرطه في انه كيرجعوا الناس انه حتى في كيفاش كانوا الزملاء الفنانين والعائله والعائله الصغيره امي اخواتي اختي اللي كانت في الشهر التاسع كيفاش عانات الاخوه ديالي الاصدقاء العائله القريبه العائله البعيده الاصدقاء الزملاء الجيران الجمهور كاين عن طريق فيسبوك كاين عن طريق الايميل كاين عن طريق اتصالات هاتفيه كان الاهل ديال اللي كيردوا الزيارات كيفاش كانوا فكنت كنحمد الله كثير حمدت الله كثير انه استجاب الدعاء ديالي انه الناس يقولوا عليا خير سواء من يكون غيبة عليهم أو لا من يموت وبما أنني كنت عانيت من هذه المسألة ديال أنه توقف القلب جوج مرات فتخيلت لراسي الحمد لله هالصورة اللي كانت تكون